مرحبا بكم مجددا، نكمل دروس التيا بورتال. هذه المرة راح ناخذ لغة برمجية أخرى وهي الانستركشن ليست. الانستركشن ليست سبق وان تكلمنا عليها في اكو بلاي ليست خاص تكلمنا به في التيماتيك مانجر. اخذنا هذه اللغة تسمى بال STL في منتوجات سيمنز. هنا اسمها الرئيسي هو الانستركشن ليست. هذه اللغة تكون شبيهة بلغة الاسمبلي، اوكي، اللغة اللي تحاكي مباشرة المايكرو بروسيسر، وتكون عبارة عن رموز، اوكي، ترميزات. هذه الرموز يعني انا اشوفها اصعب من الهاي ليفل لانجويج. هاي ليفل لانجويج انت مباشرة تقدر تكتب باللغة الانجليزية، تكتب فور، تكتب اف، تكتب ذين، تكتب نوت، اوكي، ومجرد تعرف السنتكس وتبدي تكتب. هنا لا، هنا لازم تحمل القيم، لازم تسوي جمب، بيها واي اوامر. المفروض عندك فد داتا بيس دائما ترجع عليها حتى تتذكر الاوامر. زين، هذا بالنسبة للانستركشن ليست. اوكي، قلنا قريبة للاسمبلي لانجويج. ايضا اكو دورة على 8086 اذا احد يريد يستفاد من يحاكي الاسمبلي لانجويج، ولكن من الافضل انه تاخذها على بيئة التيا بورتال او السيماتيك مانجر. زين، اكو موقع اللي هو plcdev tools for plc programming، او بس تكتب plcdev وتروح الى statement list stl cheat sheet، تنزل cheat sheet اللي يناسبك، اللي مقسم او مرتب بالالفابتيكالي او على شكل كاتالوج. فتنزل اللي يناسبك. هذا بمختصر كل الرموز. انا نزلت احدهم اللي هو بالحروف الابجدية. فمثلا اي شيء الكول شنو فائدتها، شنو تسوي ال اوكي. مثلا عندك ال A اللي هي AND، ال AN اللي هي AND NOT. ان شاء الله راح ناخذهم بالدرس التالي. يعني كثير، مثلا لوب، اذا تسوي لوب بدل الفور هنا استخدم لوب، وكثير كثير من 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 الدوال. انا اشوف صعوبة في انه تذكرهم كلهم الا انه دعم تمارس. واكو PLC باك اب من شركة سيمنز من مبرمجين. لما ما تسحب هذا الباك اب تلقاه كله مبرمج بال STL. قليل تلقى بلادر او لغات برمجية اخرى، اغلبها بال STL. فيعني يوم من الايام لازم هذه اللغة تواجهك. ان شاء الله هذه الدروس ناخذ بها فتشي بسيط على ال STL. لحد هنا اشكر متابعتكم.